اي ام بي موتور سايكلز ويك مستمره، واليوم كمان معنا مصنع كثير مهم بعالم الدراجات الناريه، هو ابريليا المصنع الايطالي بطل العالم بالسوبر بايكس لكذا سنه، ورح نعرف اكثر تفاصيل مع ايف خضرا اللي هو سينيور براندز مانجر بي ام بي موتور سايكلز. هاي ايف. هاي جورج. ابريليا اسم غني عن التعريف ومعروف كثير كمان على صعيد البطولات الرسميه بطولات العالم، شو بنحكينا اكثر قبل ما نحكي عن البايكس الحلوين اللي معنا اليوم؟ اكيد ابريليا هي اسم عريق بينتمي لبياجو جروب الايطالياني. ابريليا عم يربح كثير سباقات بعالم السوبر بايكس، وهلا كمان فايت السنه بالموتو جي بي. التكنولوجي الحلو بابريليا، التكنولوجي اللي عملتهم هذه الشركه عم بينقلوها قوام من السوبر بايكس عم بحطوها على الموتور سايكلز. نعم. بنشوفهم بالالازي 4 اللي بعد ما اطلقوها السنه هي جايه هلا قريبا، وبالكابونور اكيد، وبكم براند عندهم اياها. بنبلش كابونور التورينج بايك الحلوه كثير مع الوانها كمان الحلوه اللي معنا اليوم والشنط ورا. بايك عن جد يعني بتاخد علامات عالية جدا من كافة النواحي، خاصة من السيفتي والأنظمة العديدة اللي موجودة فيها. الحلو بهيدي البايك أول شيء السنة نزلوا الرالي أديشن تبعه، يعني كان في الكابونور هلا كابونور رالي أديشن، يعني انضاف لها أمور هيك بشكل كاروسيه، صار تجي أكثر للترافل أندورو سيجمنت، يعني صار فيها جنوطة سبوكس يعني مثل الشبك، بس يكون هيك جنوطة فيك تطلع فيها كمان شوية أوف رود، بيستوعبوا أكثر من ما يكون جنط ألومنيوم لما ينكسر. بيجي مع الشنط، بيجي مع الدفاع، بيجي مع البروجيكتورات. بس اللي بميز اكثر شيء بهيدي الموتو هي الاي دي دي سيستم، ابريليا دايناميك دامبينج سيستم، يعني هذا السيستم الوحيد موجود على هيدي الموتو. في مضخه زيت بتضخ زيت جوات الامورتيسورات. هي الموتو ماشي على الطريق، بيعرف بتعرف الموتو شو عم بصير بالطريق، يعني اذا نزلت بجوره او مجوره انت بتضل جسمك جالس، والموتو بيفتح وبسكر امورتيسوراتها بطريقه انت ما بتحس ولا شيء من هذا، من يعني مريحه كثير مريحة طبعا شو ما كانت نوعية الطريق. مزبوط. الموتو بتجي 1200 سي سي، بتجي 128 حصان و116 نيوتن متر تور، والحلو فيها انه كثير خفيف، يعني 214 كيلو بس. بالنسبة لهيك بايك اكيد وزن ممتاز. نعم. مزبوط. اكيد فريماتا برامبو اي بي اس، فيها تراكشن كنترول، فيها بروجيكتورات بيجوا فيها، بيجوا الدفاعات فيها، بيجوا الشنط فيها، كل هيدا حقها 19,990 دولار بما ضمنهم التسجيل، يعني عم تاخد كمان تسجيل يعني باكج كامل. باكج كامل. نعم. وما ما ضروري تزيد لها شيء للبايك لانه بيجوا فيها كل شيء، واضح يعني جاي فول مع شنطها مع كل اغراضها. بيجي منها ثلاث الوان، بيجي منها السفاري جراي، بيجي منها اصفر مات، بيجي منها زيتي كمان مات، كثير حلوين. من نتابع جولتنا موصل على الدورسو دورو، كمان بايك ولا اجمل. هون بتجمع هالبايك بين كذا فئه. مزبوط. هي فئتها بتنعد الايبر موتار، الايبر موتار بلشوا سوبر موتار، لان الموتويات اللي بينساقوا على السيركوي و اجريسيف شوي البايك، فرجعوا قرروا يعملوا شيء خارج طريق يقدروا يسوقوها الناس ما تكون هالقد اجريسيف، فكبروا لها حجمها تقلوها شوي مع انه حطوا لها كمان سيسيات اكثر. البايك اكيد بيجي فيها اي بي اس مثل كل موتوياتنا، بيجي فيها البايك رايد باي واير، يعني فيك تنقي القوه اللي بدك اياها، ما ضروري تاخذ الفول باور اللي هي بتولده 92 حصان، ففيك تنقي اذا عم تشتت الدنيا تخفف لها الباور، تخفف التورك اللي فيها. حلو كثير هالبرونز اللي داخل عليها من الناحيه الاماميه، فعلا شكل ولا احلى كمان لهالدورسو دورو، وفيها طابع الايطالي دائما موجود. الدورسو بيجي تقلى 196 كيلو، حقها 13600، بيجي فيها اكيد مسجله ب 13600، بنقدم معها كاسك شوي، هن اهم هلمتس بالعالم، والكلب ممبرشيب، يعني عم تاخذ فول باكج ب 13600 دولار بما فيه اكيد التي في او. وصل على الشيفر، البايك اللي بحبها كثير عنها، وتعتبر كمان بايك رياضيه بنفس الوقت، هي بايك لكل يوم لانه السواقه تبعها كثير كثير مريحه. 750 هورس باور عم نحكي سي سي. نعم. كم هورس باور؟ اوكي. هي الشيفر مع انه عندها ذات الانجن تبع الدورسو دورو، بس لانه بتعوزها كمان لكل يوم، وفيك تطلع فيها اوتوسترادات اكثر، لان دورسو دورو معروفه للجبال اكثر، تنبسط فيها بسواقة جبال، فزايدين لشوي الهورس باور بصير 95 هورس باور ب 82 نيوتن متر تورك، يعني فيها كمان قوة عزم لا بأس فيه، والحلو انه كمان تقلى 189 كيلو، يعني كمان منا كثير ثقيل الباي، اكيد فيها نظام الرايد باي واير، هو كمان بتقسم قوة الموتور قد ما بدك، وفيها اكيد اي بي اس، والحلو فيها اتس كوميوتينج اند، يعني فيك تعوزها لكل يوم تو كوميوت، وفيك تعوزها بالرايد، في حط اكثر شيء تقل على ورا او على قدام او حسب نوعية الطريق، عم مثل ما عم تقول.
رايد باي واير عم رايد باي واير هو لا هو نظام تخفف التورك بالانجن يعني أوكي. اذا عم تشت الدنيا ما بدك كل هالقوة بتخفف التورك تكبس كبسة زر بينزل من 82 نيوتن متر لل 50 نيوتن متر لنقول اوكي سعرها لهالشيفر الحلوه الحمراء والسوداء كمان سعرها كثير افوردبل مع خصوصا الاوفر اللي عم نقدمه سعرها 12500 مسجله مع كاسك شوي كمان بيجابوا الشوي نمبر 1 هلمت بالعالم بيلبسوا ماركيز وبطل العالم نعم بالموتو نعم جي بي نعم. بما فيه لكان التسجيل بما فيه الكاسك بما فيه الكلب ممبرشيب تنتمي للكلب ممبرشيب عندنا 500 عضو بالكلب مزبوط نعم. حلوين التور بداية تعملوه الأحدات أكيد مزبوط كل أحد بنعمل تور أو نعمل تورات يومين أو نهار أو نعمل نص نهار دايما عندنا كلب كتير حلو بصير ينتموا لألون نوصل كمان على الـ SRV كمان بايك كتير حلوة غريبة الشكل عن جد يعني إذا بنشوف شكله الـ SRV قصة كبيرة الـ SRV هي متاخدة شاسيتها من الجيليرا الموتو جي بي لأن جيليرا كمان تنتمي نعم. لبياجو جروب شكل غريب مزبوط هي أقوى سكوتر انعملت بالعالم It's a scooter؟ يعني It's a scooter It's a ma- فينا نسميه ماكسي سكوتر بس يكون فوق الـ 300 سيسي بيصير اسمه ماكسي سكوتر سكوتر بكم 850 سيسي 76 هورس باور 76 نيوتن متر تورك يعني البايك عم تولد تكون أوتوماتيك مزبوط أوتوماتيك ما إلها كومبيتيشن بعد بالسوق لأنه بتجي 2 سيلندرز كمان انا فجأة صراحه اليوم بهالمواصفات الاس ار في حقها 13900 مسجله اكيد كمان مثل كل موتوياتنا مكفولين على سنتين انليميتد مايلج يعني قد ما بتمشي فيهم ضمن الكفاله بضلوا ضمن الكفاله شوف عادتها قد ايه كثير مريحه القعده حتى للشخص اللي بيكون قاعد ورا السيء فيري لكجيريوس ماكسي سكوتر هلا وزنها قد ايه عم يوصل ايف تقريبا عم بتخطى ال 200 كيلو ولا بال 220 نعم. كيلو تقريبا هلا الحلو بالموتور سايكلز انه رح تقدروا تجربوهم كلهم على تراك الـ RPM لـ 4-5-6 أفريل يعني جمعة أيام الفرصة يعني مزبوط أيام الفرصة من الساعة 8 الصبح لساعة 12 الظهر فيكم تجربوا كل المودلز الناجنين هيدا السنة عند A&B Motorcycles بكافة البراندز يعني مبدئيا مزبوط عم نحكي KTM أبريليا موتوغوزي فاسبا كل البراندات من المشروع شكرا إيف على كل هالإنفوز الحلوة والمهمة عن البايكس لأبريليا كانوا معنا اليوم مشاهدينا أكيد للمزيد تابعونا إذا ما قدرتوا تحضروا الحلقة على mtv.com.lb وإذا عندكم أي سؤال حول السيارة أو الدراجة النارية راسلونا على الفيسبوك بيج لأوتوفوكس إلى اللقاء